بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قليل من الشاي. حلقة جديدة من برنامج وش من جديد. مرحبا بكم متابعين قناة عرب. قولوا لي انك سمعت مع عبد المجيب. نسيت اقولها بالبداية. اوكي. اليوم ما كنت بسوي الخبر هذا. كنت بحضرت عن توزيع سنتوس. ولكن شفت خبر جميل جدا. اوكي. وهو انه وداعا للفوتوشوب ومرحبا بالكريتا. هذا العنوان كان موجود موقع كريتا. اوكي. كريتا او كريتا ترى ما ادري شو اسمه بالضبط. الجامعة الفرنسية اوكي قررت انه تلغي موضوع فوتوشوب في قسم الـ ATI اللي هو وش اسمه Art and Technology of Image صح؟ أوكي أنا قلت زي هذه. عموما هو اسمه ATI أوكي. ألغوا موضوع الفوتوشوب وحطوا بداله برنامج كريتا اللي هو Open Source أوكي مفتوح المصدر حر. والسبب يقول دعم الفوتوشوب في شيء ما عجبهم موضوع الدعم. على كل حال انا حاب اجيب لكم اخبار اوريكم انه في امكانيه للاستبدال اصلا للبرمجيات الاحتكاريه. فهذا برنامج واحد يضاف للقائمه اللي تم استبداله دوليا اوكي او بالاصح في اماكن رسميه مثل الجامعات وغيره. شفنا قبل ليبر اوفيس استبدلوا الاوبن اوفيس عفوا الزفت هذا شو اسمه مايكروسوفت اوفيس بالليبر اوفيس. وايضا الويندوز شفنا اماكن ثانيه استبدلته بالابنتو لينكس مينت وتوزيعات ثانيه. الان شفنا كريتا انضم للفريق اوكي. كريتا هو برنامج تحرير الصور اوكي. يمكنك من التحرير والتلوين والتعديل الى اخره اوكي. ليس شبيه بالفوتوشوب. لا اتوقع انك بتفتح وتشوف فوتوشوب قدامك. لا يختلف مع هذا. تم يعني اخذه وتبنيه في الجامعه حتى بالرغم من اختلافه. لان عندهم مبدا انه الطالب ممكن يتعلم من جديد. فلاحظ انه البرنامج مختلف تماما مع هذا. جابوه حطوه الجامعه وما في مشكله ان نتعلم من جديد. لا وش المشكلة ما في شيء نتعلم يا أخي أوكي. فموضوع إنك تستبدل برمجيات حرة موضوع جدا يبي وقت بسيط أوكي. ولكن مو معناته إنه مستحيل إنك تستبدله. لا ممكن تستبدله وبسهولة. حطوه بالجامعة استبدلوه الطلاب استخدموه وبدأ الشغل عليه. الجدير بالذكر إنه أحد الجماعة اللي موجودين مسؤولي الجامعة هناك كان يشتغل على بلندر. فهو اللي قدم لهم موضوع إنه طبعا بلندر أوبن سورس ومفتوح المصدر وحر والجماعة الطويلة عليها هذه اوكي. فقدام لهم ورشة عمل 4 ساعات بس غطى البرنامج. كانت 4 ساعات على برنامج زي هذا ترى كثير اوكي. ولكن غطى كل الشغلات حقت الكريتا. خلونا نشوف وش البرنامج اصلا هذا اوكي من وين نجيبه. طبعا هو موجود عندكم مستودعات اوكي. KRITA اوكي موجود عندك. ابحث عنه وثبته. خلونا مع بعض الحين سريعا نشوف وش البرنامج هذا شكله وكيف نقدر نستخدمه مبدئيا اوكي. انا قاعد اشرح لك كل شيء شكله بس. طيب يلا اوكي. هذا البرنامج طبعا اول ما تفتحه يجيك بالشكل هذا. في هنا شغلات طويله عريضه دونيشنز اورر الى اخره. ممكن تمر على موقع كرايتا هذا واسمه اوكي وتشوفه. طبعا البرنامج جدا راقي تصميمه اوكي مو مثل جيم احترام الجيم. الجيم شوي مشوش اوكي لكن هذا جدا راقي. طيب خلونا نسكر هذه. البرنامج اول ما تفتحه هذا هو شكله اوكي. يخيرك ما بين بعض التمبلتس اللي هي القوالب اوكي. انت تختار القالب اللي تبي من هنا اوكي وتروح. مثلا خلونا ناخذ فيلم تمبلت. طيب حبيت بس اوريكم الواجهه حقت البرنامج اوكي. زي ما انتم شايفين المنطقه هذه خاصه بي هذا وشو برش هذه ولا رش على كل. هنا في فلاش اوكي. عندك الطبقات وعندك القنوات اللي تشانلز ابيض واخضر وشو. طيب في عندك هنا ال شو اسمه اشكال نظيفه اوكي بالمنطقه هذه. طبعا هذا يتغير حسب الخيار اوكي. ممكن من هنا تختار البتاعات اللي انت تبي اوكي. طبعا الفنانين والرسامين يفهمون. انا ما افهم وش قصته وش صاير ما ادري اوكي. هذا هو شكل البرنامج اوكي. في عندك هنا التحرير العرض تحرير الصور اوكي. في الطبقات في عندك اعتقد فلاتر هنا صح. ريكورد ممكن تسجل جميل جدا اوكي. في ماكروز ممكن نحط شغل ماكروز هنا. ثيمز ممكن تغير والله بالعيال اوكي حلو. فانت ممكن تغير ثيم البرنامج وهذا شيء طيب صراحه جدا. هلا احط ثيم بشكل حلو. وين اللي تو الديفولت اعتقد هذا الديفولت كان اسود ينصاب اوكي. وين راح هذا يا ولد يا ولد قدامنا ناس تفرج. اقول لكم شيء هذا البرنامج صح. ما ادري خلينا نحط روزه ونسكت. طيب ف بعد الاعدادات اللي موجوده هنا سريعا في هنا دوكرز. وش قصه الدوكرز انا ما ادري اوكي. حاجات تضيفها زياده هنا وهنا وهنا الى اخره. طيب وهذه الفلاتر. طبعا كنت تضيف فلاتر حسب اذا كان عندك صوره وحسب الطبق اللي قاعد تستخدمه وتشتغل عليه. خلنا نفتح واحده جديده صراحه تحمست. نجيب مثلا كوميك تمبلت اوكي. بينج اوكي. بيك ايش تبي لايرز لوكت. ليش 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 قفله يا عيل امي. ايش تبي اصبر خلنا نفتح الطبق الجديده
وذي بعد مغلق اوكي. طيب هذا هو البرنامج، عرفنا كيف نستخدمه بسرعه اوكي. تم استبداله فعليا بالجامعه الفرنسيه، عفوا جامعه باريس. جربوه استخدموه شوفوا اذا هو فعلا يعني يستحق التجربه ولا لا. اذا كنت مدرس معلم الى اخره، انصح طلابك انهم يستخدمون هذا البرنامج ويجربونه كبرنامج بديل يحترم الخصوصيه ويحترم المستخدم، ودعمه بيكون ما ادري دعم زين يعني. يلا اشوفكم في الدرس القادم والى اللقاء.